الخبر اللي جاي مشاهدينا عن 52 ألف رأس ماشية فائض بالحجر الصحي واستيراد 800 بقرة عشار. قال الدكتور سيد جاد المولى رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة أن محاجر الهيئة لديها فائض من الحيوانات الحية بإجمالي 52 ألف رأس من العجول والأغنام يتم طرحها في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية وتنطبق عليها جميع الاشتراطات البيطرية والحجرية وخالية تماما من الأمراض لتغطية احتياجات المستهلك وسد الفجوة. وأشار دكتور سيد جاد المولى رئيس الحجر البيطري أن أجهزة الهيئة تقدم أفضل سبل الرعاية البيطرية والتغذية باستخدام التركيبات العلفية إلى العجول المستوردة الصغيرة، وده طبعا بيتم بالمحاجر للوصول بأوزانها إلى 450 كيلوغرام على الأقل خلال فترة ما قبل الذبح، مؤكدا طبعا ان العجول المستوردة بتخضع لعمليات الكشف وتحصينها بيطريا في دولة المنشأ تحت اشراف بيطري مصري كامل للتأكد من خلوها من الامراض الوبائية المعدية قبل شحنها الى مصر. خلينا نشوف تعليق دكتور سيد جاد المولى رئيس الحجر البيطري على هذا الخبر. ايه دكتور سيد، اهلا بك. صباح النور دكتور سيد. هل الفائض ده هيخلينا فعلا يعني نلاحظ انخفاض ملحوظ في اسعار اللحوم في الفتره اللي جايه ان شاء الله؟ لا، مش مرتبط حضرتك بالانخفاض الاسعار قد ما هو يعني رصيد يعني متكرر باستمرار، يعني ممكن يزيد او يقل حسب طلبات الموافقات الاستيراديه الخاصه بينا وتوفير الرسائل نفسها. احنا بنعمل عدد كثير برضو مجموعه الحيوانات الحيه اللي هي رؤوس الحيوانات الحيه الخاصه بالذبح الفوري دي برضو عشان تبقى يعني في الذبح الفوري في نوع ثاني اسمه التربيه او التسمين اللي هو بعد فتره بيطرح في الاسواق عشان يبقى بديل دايما للحوم البلديه خصوصا اللي هو نوع التربيه نفسه. يعني بنحافظ دايما على وجود رؤوس من الحيوانات الحيه رصيد في المحاجر في متواجد دايما في السوق المحلي بسد الفجوه طبعا. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا. اتفضل يا دكتور. عندنا حضرتك الكميه دي موجوده في المحاجر سواء محاجر القطاع الخاص او المحاجر الحكوميه، عندنا في الاسماعيليه، عندنا في السويس، في دمياط، في يعني في اكثر في محافظه الغيره، محاجر مختلفه خاصه القطاع الخاص وقطاع القطاع الخاص وقطاع جهاز الخدمه الوطنيه برضه ووزاره الزراعه. تمام، أنا بشكرك دكتور سيد جاد المولى رئيس الحجر البيطري، شكرا جزيلا ليك. الخبر اللي جاي مشاهدينا